مشاهدينا بعد أن تسبب فيروس كورونا منذ ظهوره بحالة من الخوف والهلع لدى سكان العالم أجمع من حجر صحي وإغلاق وإجراءات احترازية ألقت بظلالها على البشرية كافة، فهل جاءت لحظة الفرج؟ العديد من التجارب المخبرية للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، حتى أن قامت شركة فايزر من الإعلان أخيراً عن لقاح ضد هذا الفيروس والوباء، فهل يمكن أن يقدم لنا هذا اللقاح خلاصاً جذرياً من هذا المرض؟ المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أعلنت شركتا فايزر وبيوتنيك أن اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 الذي تعملان عليه قد أثبت فعاليته بنسبة 90%، وذلك بعد التحليل الأول لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. جاء في البيان المشترك الذي أصدرته الشركتان أنه تم قياس فعالية اللقاح المضاد لكوفيد 19 من خلال المقارنة بين عدد من المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى. ويعمل اللقاح الجديد على تخليق أحماض نووية تقوم بتحفيز خلايا جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة لتلك الموجودة في الفيروس، حيث أن هذه البروتينات قادرة على إثارة الاستجابة المناعية للجسم البشري ضد فيروس كورونا المستجد. وبحسب ما ذكرته تقارير طبية، فإن هذه المرحلة تعتبر الأخيرة قبل أن تقدم الشركتين طلباً لترخيص اللقاح الجديد، مضيفة أن بروتوكول الاختبارات ينص على إجراء تحليل للمعطيات سريع نسبياً.